أما عزيز مرأة فنشر البوستر الخاص بالحفل اللي شارك بإحيائه في مصمود العسيري وأب يوسف ضمن إيفنت بيحمل عنوان شفل ميكس ميوزك من تنظيم أورا، وتتمحور فكرته حول جمع ثلاث أشكال مختلفة من الموسيقى بحدث واحد. وهالحفل هو الثالث والأخير بعد ما قدم محمد منير مسار إجباري والرافر شاهين حفلهم الأسبوع الماضي، واللي تابعته تفاصيله في حلقاتنا السابقة. أما الحفل الثاني اللي وقيم بعطلة نهاية الأسبوع فجمع دي جي لي جي سي فرقة جدل ومحمد حماي، وتفاصيل في خبرنا في الانسايد تيك. شكرا. شكرا. وحشتوني. انا مبسوط جدا 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 ان انا معاكم النهارده. وعايزين نقضي سهره جامده قوي نكسر الدنيا ورقصه. وهذا اللي صار، فالجمهور رقص بكل حماس على مجموعة كبيرة من أغاني حمائي واللي من بينها أجمل يوم. وحمائي حب يمتحن الجمهور بأغنية زيها مين، وهم نجحوا بالاختبار بامتياز. وطبعا كالعادة الحفل ما مر من دون أغنية أحلى حاجة اللي أشعلت الأجواء. الأجواء الحماسية أيضاً رافقت فرقة جدل اللي ابتدى وصلتهم بأغنية مليون. صراحة كثير استمتعنا، كان نفسنا نعزف أكثر، لأنه تعرف لما يكون في أكثر من حدا بالبروغرام بيضطر الواحد يقلل العزف، بس استمتعنا، الجمهور متنوع كان، وحلو واحد يشوف جمهور جديد كمان. ومن أعمالهم الجديدة الفرقة قدمت أغنية يم مخدود. أما أغانيهم القديمة فأسعدوا الكثير بأدائهم لأغنية سلمى. وهالليلة كان افتتاح الرابر لي جي سي اللي سريعا قدر يدخل الجمهور بأجواء الفرح.